جنيه شتوي. ب 10 جنيه يا جماعه على 45 جنيه. 15 جنيه. ب 15 جنيه. بصوا ب 85 جنيه. 45 جنيه. كل ده ب 15 جنيه. الشريط الستان بكله كام؟ 65 جنيه مستورد. كل ده ب 17 ونص. ب 85 جنيه. جنيه مقاسات خاصه يا جماعه. ب 10 جنيه. 45 جنيه البادج. ده ب 65 جنيه. ده النهارده ب 10 جنيه يا جماعه مستورد. تمام. 25 جنيه. بصوا 6 كامل 4 اكس ب 100 جنيه. ده برده ب 75. 65 جنيه. كل ده تمام. الستة ب 110 حلو. الوان ب 75. بصوا كل ده ب 45. 45 جنيه. 45 جنيه حلو قوي على 65 جنيه. بصوا تشكيل كبير جدا هنا من الاندرات. احنا موجودين في القريه العتبه شارع الجيش مولتا سهيل والدور الارضي مكتب سيد الصين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا عبد الغني؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. احنا هنا فين؟ في مكتب سيد الصين. بفضل الله عامل لكم شويه عروض دمار. بفضل الله احنا مفيش الا احنا. سيد الصين عامل لكم ايه النهارده؟ العرض بيبدا من كام؟ عندنا حاجه زي كده تبارك الله عامله كام؟ عامل كام معانا؟ بفضل الله احنا على الثبات. ب 10 جنيه. لا 10 جنيه. ده محير. بص محير ب 10 جنيه يا جماعه. حلو قوي. على 10 جنيه. الوانه بكمياته ب 10 جنيه. كل ده ب 10 جنيه النهارده. بفضل الله اسعار للمنافسه. تسلم ايدك على 10. البنات ده بكام؟ ده طب قمر بنات. تبارك الله طب بنات ومحير برده ب 15 جنيه. ب 15 جنيه. تبارك الله كل الوانه ب 15 جنيه. اشكاله بالوان يا جماعه على 15 جنيه. تبارك الله زي كده بناتي وعرايسي في نفس الوقت ب 15 جنيه. كل ده ب 15. تبارك الله 15 جنيه. دي الحماله العاديه والحماله الرفيعه. دي الحماله. كل ده ب 15 جنيه. كل ده ب 15 جنيه. تسلم ايدك. القمر ده بكام؟ بوكسر معانا. كل ده بفضل الله بكميات. واللي هياخد دسته بفضل الله لسعر خاص. حاجه زي كده بكام بفضل الله؟ ده اللي هو الكرسي ده يعتبر كارينا زي كده اللي في الجسم وتلبس على توبات. بص في دولنا بس كده ده ب 17 جنيه ونص يا جماعه. كارينا على 17 ونص. حاجات قلب زي كده عرايس. كل ده ب 17 ونص بكل الوانه. تسلم ايدك. تمام. العرايس ده بكام؟ خش بقى على العرض. بقى خش بقى على العرض. ده عرض. عايز اقول لكم ده طب مستورد يا جماعه. ركزوا معانا. مستورد التيكت اهو في منه شكلين. بص كده الموديل ده التيكت اهو. حاجات مستورده مقاس من سمول لحد لارج. تبارك الله كده عامل كام؟ بفضل 55. لا مفيش الاسعار دي عندنا. مفيش الاسعار دي عند سيد الصين. بفضل الله توب مستوى كام عند سيد الصين؟ ب 10 جنيه. بفضل الله ب 10 جنيه بكمياته كلها ب 10 جنيه. طب شي ان ب 10 جنيه. كميات يا جماعه على 10 جنيه التوب. كل ده ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. بص كل دي دست على 10 جنيه. الف دست بفضل الله موجوده ب 10 جنيه. موجود عندنا كميات ما شاء الله منه. كمياته في المخزن كميات اكتر. تمام على 10 جنيه. ده ب 10 جنيه بكمياته. بص اشكال في منه شكلين. في منه الساده وفي منه اللي هو بسبعه زي كده. بسبعه. اتنين حماله شفافه. كل ده النهارده ب 10 جنيه يا جماعه مستورد. ممكن تلبس بالحماله الشفاف. اوكي. التوب المستورد عند سيد الصين ب 10 جنيه يا جماعه. كل الكميات. تسلم ايدك. تمام على 10 جنيه. قطعه ب 10 جنيه. تسلم ايدك. نكمل لكم بقى على العروض. نكمل العروض. نكمل معانا بقيه العروض. العلبه دي فيها ايه؟ فيها عروض. حاجه كده تبارك الله قطم فوطه ماركه كامي. بص كامي يا جماعه. بقول لك الماركه على طول عشان تبقى عارفاها. تمام. حاجه تبارك الله زي كده بكام؟ بكام النهارده؟ قطم فوطه باكت فيه 6 لحد 4 اكس. لحد 4 اكس. يعني ده بص 4 اكس مقاسه قد ايه يا جماعه؟ ما شاء الله. لبس 100 كيلو. كام طيب؟ مفوطه من جوه كده. السعر الستة باكت من مقاس ميديم لحد 4 اكس 100 جنيه. ب 100 جنيه. يعني بصوا 6 كامل 4 اكس ب 100 جنيه. المقاسات من ميديم لحد 4 اكس. حلو قوي ده. كل ده ب 100 جنيه. هديه يا عرايسي تبارك الله حاجه زي كده. حلو قوي العرايس ب 100 جنيه. العريض بفضل الله موجود. الاستك العريض. كامي برضه حاجه تبارك الله. ماركه معروفه الاستك العريض تبارك الله حاجه لحد 4 اكس برضه. من ميديم ل 4 اكس ده كده 2 اكس. بص 30 اكس مرتاح. حلو قوي. ماركه كامي استك عريض. الماركه على الاستك اهو. تمام. السته ب 110. 110 الله. يعني الرفيع ده ب 100 جنيه السته والعريض ب 110. ركزي معانا عشان ايه؟ والاثنين كامي. تبارك الله. كل دي ماركه كامي. وده كامي برضه. ماركه كامي زي كده تبارك الله. تمام. السته ب 110. بصوا كده. ميديم ل 4 اكس ده اعلى من لحد 4 اكس السته ب 110. 110 حاجه حلوه قوي قوي. زي كده قطم فوطه 110. يعني ركزوا ان في رفيع ب 100 وفي رفيع ب 110 والعريض ده ب 110. دلوقتي الحاجات زي كده الساده القطن. ده كامي برضه. بص كده الموديل. بص كده الالوان. بصوا الوانه حلوه قوي. الله زي كده. تسلم ايدك. بص الالوان حاجاتكم حلوه قوي. تمام. لحد 4 اكس برضه. اه بص كده الموديل عامل ازاي. تمام. ده كامي برضه يا جماعه. كام؟ السته ب 120 جنيه. 120 جنيه. تبارك الله بالالوان بالاشكال. السته ب 120 لحد 4 اكس. تبارك الله عامله ازاي؟ السته ب 120 مشكلين الوان. ست الوان. كلمه السر ام مكه. تيجوا تقولوا يوميات مكه عشان تاخدوا باسعار الفيديو. حاجات ثلاثات زي كده. ثلاثات موجود. تمام. ماركه كامي برضه ثلاثه زي كده تبارك الله. ثلاثه مع بعض. من ميديم لحد 4 اكس ده من غير فوطه. الناس اللي ما بتحبش فوطه. اه الناس اللي ما بتحبش فوطه. لحد 4 اكس الخامه حلوه قوي. 180 جنيه. ثلاثه ب 85. 85 جنيه بدل 110. دول مش فوطه دول عادي. عروض البراهات. نخش مع بعض على عروض البراهات وكملوا الفيديو فضلا وليس امرا. لايك وشير.
هنبدا بايه تاني معانا؟ هنبدا بايه؟ بالبراد الاحمر زي كده. بص اي براد بيبقى زي كده، السبورت بيبقى سبورت عادي. فضل ده سيد الصين يختلف عن الاخرون. عمل لكم سبورت، السبورت ستاره، السبورت ستاره، السبورت ستاره بكام طيب؟ كل الوانه بكام؟ 45 جنيه. ب 45 جنيه من اول قطعه تبع ام مكه تاخدي ب 45 جنيه. السبورت الستاره ب 45 جنيه، حلو قوي. بس حاجه تبارك الله ب 45 جنيه. كل ده ب 45 رياضي بفضل الله. المصانع مزرعنا ونحمل اللي احنا عايزينه. تمام على 45 كده. بص كده الكاش عامل ازاي؟ ده كاش، كاش قطن تبارك الله بكل الوانه، والسعر بفضل الله كاش قطن بالوانه. بصوا الجمال ده ب 25 جنيه، كاش قطن على 25 85 90 كيلو، حلو قوي. 25 جنيه. تسلم ايدك، الوانه كتير، واللون اللي فوق الزهري ده حلو قوي، حلو قوي. كل ده على 25. هتاخد الست على بعضهم ب 150 جنيه. عايزه بالقطعه خدي رصاصي. كل ده ب 25، كل ده ب 25 جنيه. اي كاش من دول يا جماعه، 25 جنيه في كل ب 25. ماركه هيبش، انا اقول لكم ايه، حاجه طيب مقفوله، تمام. حاجه شعبي بفضل الله، ماركه بسمله. 25 بسمله ب 25 جنيه بفضل الله. والله اعمل لكم كاش ببلاش، المنافسه بفضل الله. على 25 جنيه تمام. حاجه زي كده تبارك الله بكام؟ ده كاش تاني اهو يا جماعه، كاش تبارك الله. ابيضات فواتح، ابيضات عرايس زي كده تبارك الله. فواتح 65 جنيه. استنى لي بقى، ده النهارده ب 65 جنيه بالوانه الكاش على 65 جنيه، حاجه تبارك الله، حلو قوي قوي. 65 جنيه تسلم ايديك. تمام، المشطرات هنحرمها من حاجه؟ لا لا، بفضل الله ب 65 جنيه برضه. ده الطويل مقاسه خاص، استنى لي ب 65، خاص ب 65 جنيه. كل ده النهارده ب 65 جنيه، مقاسات خاصه يا جماعه، حلو قوي ده. لو مفيش اللحم حلو جدا على 65. الكاشات عندنا من اول 25 جنيه. بص بفضل الله اسعار للمنافسه دي، عبايه شولدر، هاف شولدر كده. المكان متخصص جمله، اللي هياخد دسته مقفوله من بابها بفضل الله بياخد سعر البيع، واللي عايز بالقطع ياخد بسعر الفيديو. القطعه بتاخد بسعر الفيديو، هتاخد دسته. احنا اساسا تجار جمله بنوزع، تمام، مش محلات. بتاخد دسته مقفوله من بابها زي كده بالوانها بمقاساتها بفضل الله، بتاخد سعر البيع زي ما احنا بنبيع. تسلم ايدك. الكاش ده كام؟ قلنا الكاش ده بكام؟ ده عبايه زي كده، عبايه بيتي، كاش بيتي بفضل الله 99 جنيه في عرض النهارده. ب 99 جنيه بقى فكه معاكم يا جماعه، احنا جايين ندمر النهارده والله. بص البنطلون، حظ اللي يشوف الفيديو ده بفضل الله بكميه، رزق اللي يشوف. بنعرضوك الاشكال بكميه. كام النهارده؟ ده بكام؟ 45 جنيه. 45 جنيه. بس قد ايه معانا؟ لحد 75 80 كيلو مرتاح. ب 45 جنيه. هو يجيب 85 تقولي 80 كيلو. يجيب اللي بيلبس 2 اكس. بالظبط كده. تمام كده، حلو قوي. بص الالوان والاشكال. ده شعيرات يا جماعه، يلبس 2 اكس. تبارك الله، بص الماس. وسعره حلو. بيمشي على توبات على قطات في البيت، حاجه بص على 45 جنيه. 45 جنيه حلو جدا، تمام، كله على السودان. المستورد نبدا بكام؟ نبدا المستورد ب 65 جنيه. البراهات يا جماعه على 65 جنيه. ندخل بقى على المستورد يا جماعه. المستورد هنقول ايه؟ احنا ومفيش الا احنا. تمام. البراد المستورد ده بكام عند سامسونج؟ بكام النهارده؟ بفضل الله ب 65 جنيه. بص ب 65 جنيه مستورد. ده برا مساج، ده تمام مساج يا جماعه. بين البراد وبين الجسم. حلو قوي قوي. ب 65 جنيه. الوان وريني الوان. بص الالوان. حلو قوي. كل ده على 65 جنيه. بفضل الله في عرض النهارده ب 65 جنيه. كل ده على 65. هقول لك هتاخدي من اول قطعه، مش هقول لك تاخدي على فاتوره ولا تاخدي اثنين على هديه ولا الكلام ده كله، بفضل الله من اول قطعه تاخديه. 65 يا جماعه. بفضل الله. المكان كل ده على 65 جنيه. المكان في القاهره العتبه شارع الجيش منتزه للدور الارضي. تسلم ايدك. حاجه زي كده، والشحن من اول 500 جنيه. من اول 500. تبارك الله زي كده. طب انا اشحن لهم مجانا من اول قد ايه؟ من اول 2000 جنيه. من اول 2000 جنيه مجانا. تمام حلو جدا. 65 جنيه خلص؟ لا لسه مكملين يا جماعه. مش عند سيد السين ما بنعرضش حاجه واحده. ورينا كده، ده محير. ده البراند محير القطن بفضل الله. بكام؟ ب 65؟ 65 جنيه. ده ب 65 جنيه. ازاي تبارك الله؟ المحير على 65. حلو قوي ده. زي كده كام؟ على 65 جنيه. ده مستورد مش حاجه شعبي. شغل مستورد اهو يا جماعه على 65 جنيه. مستورد بسعر الشعبي بفضل الله. سيد السين يجيب لك اسعار للمنافسه. تسلم ايدك. تبارك الله. بص الالوان. كل ده ب 65 جنيه. 34 لحد 42. تمام. بفضل الله 65. عرض 65 خلصنا، مفيش منه الكلام ده. بص بص اللي جاي ده، حلو قوي ده المنقط. بص ب 65 جنيه، كل ده ب 65. حلو قوي المنقط اسمر ده. كل ده ب 65. عشان ما تحتريش ولا تحاري نفسك، اعملي سكرين وتعالي. بص بص الجمال، حلو قوي على 65 جنيه. بألوانه كلها يا جماعه. الاسود بتاعه تحفه، احمر ده. بصوا كده، كل ده ب 65 جنيه. بصوا ب 65 جنيه، كل الوانه حلو جدا ده. تسلم ايدك. تمام، في تاني معانا مكملين عرض ال 65 جنيه، ما بيخلصش عندنا. مستورد مستورد 65. بصوا بجوبير كده، نزل ايدك. بص يبان الجوبير. بص اهو على 65 جنيه، حلو قوي ده. 65 جنيه. تسلم ايدك. ده امهاتي ده، ده يمشي امهات ويمشي لحد تلبيس لحد 85. قالوا لي لبس 2 اكس. تبارك الله زي كده. حلو قوي على 85. خش بقى على ايه؟ البوش بقى عشان العرايس اللي عايزه. بوشات العرايس. بص الموديل حاجه تبارك الله زي كده، عامل كام؟
بصوا الموديل، الله بصوا بالوانه حلو قوي. بص كده من جوه حاجات قطن تبارك الله. طن ده بص مبطن قطن زي ما انت شايفين، 75 جنيه ده بوش اب حديده. بصوا على 75 جنيه بالوانه، ب 75. بص الموديلات تبارك الله، بص الالوان ما شاء الله، 75 جنيه على 75 جنيه. هل من منافس؟ بفضل لسه بيقول لسه الكلمه دي عنده كده تبارك الله. هل من منافس كلمتهم دي على 75 جنيه تبارك الله. الالوان بص عامله ازاي، تسلم ايدك. خش بقى على المستورد حاجه زي كده تبارك الله. بص كده تبارك الله الموديلات بتتكلم اهي، نفتح لكم من دسة على طول بفضل الله بكميات. كميات ما شاء الله موجوده. بص الالوان عامله ازاي، حلو قوي ده. 75 جنيه، 75 جنيه. انا بس عايز اوريكم، بصوا حلو قوي ده. نص بوش؟ لا ده عادي، ده عادي بس سفنجه، سفنجه من غير حديده ونص بوش. حديده بيبقى نص بوش. اه تمام ده عادي. قب عادي 75 جنيه، ب 75 جنيه حلو قوي على 75 مستورد. سيد الصيني جاب لكم المستورد بسعر الشعب بفضل الله ب 75 جنيه على 75. كل مقاساته بالوانه ب 75 جنيه، كل ده على 75 جنيه. شكل واحد لا عندنا اشكال كتير ما شاء الله. لا اشكال وكميات ومقاسات خاصه، ده مقاس وسط. تمام. المقاس الخاص بكام؟ نفس السعر، مش هقول لك يكبر المقاس. مقاس خاص مستورد ب 75 جنيه. نفس الموديل ب 75. بص على 75 جنيه مستورد مقاس خاص. 75 جنيه. بص الالوان عامله ازاي، الوانه كلها متاحه. كل ده بفضل الله ب 75 جنيه متاح بكميات. تمام. 75 جنيه على 75 جنيه. كل ده النهارده في عرض ممكب كام؟ ب 75 جنيه. كلمه السر تقول ممكب. تسلم ايدك. البوتي العرايس المقاسات الخاصه اللي بحيرينكم بتدور عليه. اه العرايس. العرايس اللي هي مقاسات 52. في عرايس ما بتلاقيش مقاسات خاصه يا جماعه. بفضل الله عم سادس سن من الابره للصاروخ. حاجه تبارك الله زي كده بكام؟ بص الموديلات. بص دست يا جماعه، الشغل دست ما شاء الله. اللي عايز يفرش محل له اسعار خاصه. الاسعار دي قطاعي زي ما احنا بنبيع كده في الفيديو، بيعمل عروض. تسلم ايدك. الاسعار دي كلها قطاعي، الجمله والكميات هيكون ليها اسعار خاصه كده. بص القبعه عامله ازاي، حلو قوي ده. ده قبعة عرايس مقاسات خاصه اللي هو حاجات زي كده. ده اصغر مقاس فيه، ده اصغر مقاس. لا بص دانتيل وشكله زي كده. كام النهارده ده؟ 99 جنيه. ب 99 جنيه، 10 ولا 275 ولا الكلام ده كله ب 99 جنيه. ما تخليش حد يضحك عليكي، عند السيد الصيني الاسعار بفضل الله تبدا من 10 جنيه، من اول 10 جنيه. المستورد يبدا من 10 جنيه. جبنا لكم التوبات وجبنا لكم البراد، حلو قوي. كده تبارك الله ب 99 جنيه، ب 99 جنيه. المستورد العمر ده بكام؟ ده طب مستورد تبارك الله. احنا ماشيين والله ما مجهزين، لان المكان كله عروض. والله بنمشي كده اللي بنلاقيه بنعرضه لكم. تمام. حاجات زي كده تبارك الله بكام؟ ده مستورد يا جماعه، 85 جنيه. بصوا ب 85 جنيه، 85 جنيه. سبورتاج من ورا، اللي بتجيب حاجات الجيم زي كده تبارك الله، عارفه بتجيب بكام؟ احنا سبورت كده من ورا، حلو قوي. انتوا تعرفوا الفرق على 85. 85 جنيه. تسلم ايدك. كل الالوان والاشكال دي بكام؟ بصوا كل ده ب 85 جنيه مستورد، وبادئين معانا من اول 10 جنيه. هنكمل مع بعض كده التشكيل، وفضلا وليس امرا لايك وشير يا جماعه للفيديو. طب ورينا الاول بناطيل، ماشي. نكسر معانا براهات وبعدين نكمل. عايز اوريكم بس البناطيل هنا والباجيهات عشان ما ننساش. بص كده، بصوا كده معايا، ده روز يا الماركة جماعه. قبل ما نقول لكم الكلام، تمام. زي كده تبارك الله، ده بنطلون لامي كارينا، لامي كارينا لحد 75 كيلو بفضل الله بكل الوانه بكميات. كام النهارده ده؟ 45 جنيه، ب 45 جنيه. الوانه كميات، ده البادي بتاعه. البادي عامل منه كام؟ 45 جنيه. البادي برضو بصوا كده على 45 جنيه البادي. والله رزقك يا عم التاجر، رزق كل عروسه بتتجهز، رزق اللي عايز يفتح مشروع يجي عند سيد الصين. لان التجار هياخدوا اسعار اقل من دي كمان. سعر التاجر ياخد سعر زي ما احنا بنبيع زي كده. تمام. الشورت منه بكام والبرموده؟ 35. الشورت والبرموده. ده ب 35 جنيه. تبارك الله كميات. التشكيل ما شاء الله كبير جدا يا جماعه. اللي عايز حاجات سبورت وحاجات جيم زي كده. براتيل جيم وشغل سبورت. شغل السبورت ده بكام؟ ده تقيل ده. ليزر حفر كده زي ما انت شايفين، حلو. واضح تمام. بص كده التلبيس لحد 90 كيلو، لحد 90 كيلو. 99 جنيه في عرض ممكن ب 99 جنيه. كلمه السر هتقولوا ممكن، يعني عايزين ب 45 موجود، ب 90 موجود، وفي بناطيل لحد 200 وكسور، لحد 275 جنيه. صح كده؟ هنوريه لكم برده الهاي ويست المسترق. كل الفئات موجوده هنا يا جماعه، العالي والهادي. معاك البراهات من اول 45 لحد 350 جنيه، لحد 350 موجود. تمام. كله موجود، واللي انت عايز اخد ايه؟ حلو قوي ده. حاجه زي كده ده بكام؟ ده كام النهارده؟ كل الوانه ب 99 جنيه، ب 99 جنيه. بصوا الحلويات دي يا جماعه على 99. تلبس في البيت، تلبس. بناطيل جيم برضه 99 جنيه. خلصنا العرض؟ لا لسه يا جماعه، العروض ما بتخلصش هنا، واسعارنا من 45 جنيه في البناطيل. بص كده تبارك الله، حاجه زي كده حلو ده. بص الموديل، بص الصوره. شايف حاجه تبارك بص الله، الصوره دي ماركه. الحاجات دي اللي بيجيب بكام؟ 275، 175، 99 جنيه. ب 99 جنيه البنطلون على 99 جنيه، بس كله اسود. بكام؟ كله اسود ب 99. بيختلف النقشات بتاعته اللي في الجناب والحاجات دي. حاجات المستورده دي، شايف الشكل عامل ازاي، حلو قوي. ده بنطلون بس، ده بنطلون شروال بس، حلو قوي ده. بصوا بالشريطه الستان بكله كام النهارده؟ السعر النهارده عامل 150 جنيه. ده ب 150 جنيه، ده ينفع خروج كمان.
على 150 جنيه والله يمشي، على توب برضه في البيت يمشي، خروج يمشي، اللون يختلف لو لون غامق شويه ب 150 جنيه. اما انا بقول على حسب اهو يا جماعه، والله بيلبسوه خروج ده بشوفه كتير، البنات لابسينه حلو قوي على بعض، على 150 او بلوزه هاي ويست على 150 للرجل الواسعه. وفي الرجل المؤستك دي موجوده بالوانها، ودي موجوده حلو قوي على 150 موجوده، والغامق موجود بكل الوانها. بص حاجات تبارك الله الالوان، تسلم ايدك. ويلبس معانا 3 اكس، لحد 3 اكس تلبس بفضل الله. تمام، نكمل معاكم بقى عروض البراهات، وكملوا الفيديو كامل، وبالله عليكم لايك وشير يا جماعه للفيديو ده. نيجي بقى للمستورد. الستاره القمر ده بكام؟ الستاره المستورده يا جماعه، بص الحلويات حلو قوي، حاجه تبارك الله كده بكام؟ تسلم ايدك. كام ده النهارده؟ 85 جنيه. الستاره ده بكام؟ بصوا الستاره ب 85 جنيه مستوره، مش 120 ولا 110. لا ومبطن حلو قوي، تسلم ايدك. بالوانه بكام؟ بكل الوانه 85 جنيه. تمام، عايز 85 جنيه على سعر السينما بيخلص. 85 جنيه ده برده 85 كده. بص حلو قوي على 85 يا جماعه، ما بجيبلكيش حاجه مشغوله، على حاجه شعبي، حاجه على 85. القطم ده بكام؟ 75 جنيه. ده ب 75 جنيه. 75 جنيه ده بوش بقى، اللي هو الوسط من مقاس 38 لحد 44 على 75. 75 جنيه بفضل الله. تمام، حاجه زي كده تبارك الله بكام؟ 95 جنيه. 95 مقاسات خاصه على 95. عمر زي كده بكام؟ 85. بص الايدينا بتيجي عليه والله. بص على 85، بعدلها لي عدل بس ببين. بص كده، ده القطن المقاس الخاص ده خاص 85 جنيه. 85 عددنا الصغير ب 75، عددنا المقاسات الخاصه ب 85. اللي عايز مقاس خاص موجود. الجلد ده تحفه، بس ما تجيب لهم خلاف لسه. ماشي، بصوا الالوان بتاعته حلو قوي، الزيت بتاعه والالوان تانية. حاجه زي كده بكام؟ 125. 125 حاجه زي كده تبارك الله بكام؟ 99 جنيه. ب 99 الاحمر القمر ده قطن، حاجه زي كده تبارك الله بكام؟ 99 جنيه. ب 99 برضه. اجيب لكم بص التشكيل، بص كده حلو قوي. شايف اشكال العرايس زي كده تبارك الله، عامله كام؟ 99 جنيه. ب 99 الطبعه بتختلف على 99 جنيه، لان شايف منه طبقات ب 99 جنيه. حاجه تبارك الله كده بكام؟ الستاره دي احنا عرضنا الصغير، وعرضنا الستاره ب 45، دي بكام؟ 99 جنيه داخل العرض. الاشكال كتير عشان ما تحرش نفسك، الموديل اللي يعجبك بايدك كده اعملي اسكرين وتعالي قولي اللي عايزه دي، شفتها في عرض ممكه ب 99 جنيه. تسلم تبارك الله، الموديلات كتير ما تعرفش ما شاء الله، اللهم بارك. التشكيل كبير قوي يا جماعه، العروض العروض بفضل الله موجوده. انت تيجي تقول انا شفت عرض البراب 45 عايزاه، معايا صوره ده عايزاها، ما تقوليش فين العروض مش لاقي العروض، لا انت تعالي انا موجود في المحل 24. خدي الفيديو سكرينات وقولي عايزه ده بالسعر ده، وتعالي شغلي هنا واقعدي على كرسي وحطي عليه اجري على رجلي، وانا شفت متابعه ممكه والفيديو لسه نازل دلوقتي، انا شفت دي عايزاها، انا شفت ده عايزاها. لما حد يقول لك مش موجوده انت تعملي اللي انت عايزاه، بس ما تجيش تقولي فين العروض ومش فين العروض. انا بفضل الله بعرض لك حاجه زي كده وحاجه زي كده، دي ب 85 ودي ب 95. في ناس بتمسك دي تقول لي دي اللي شفتها ب 85 ودي اللي شفتها ب 100، لا انت اعملي سكرين عشان ما تحرقش نفسك. الموديلات كتير وبفضل الله عشان انتوا ما يسهلش عليكم، بس تمام. في تاني معايا زي كده بكام؟ 100 جنيه. دي معانا النهارده ب 99 جنيه. دي حاجه زي كده تبارك الله بكام؟ ده كب، في بوش، مفيش بوش كب في العالم كله. بفضل الله سيد الصيني جاب لكم بوش ايه؟ بوش كب. بوش كب بفضل الله ب 99 جنيه. ب 99 جنيه. حاجه زي كده تبارك الله، مقاسات خاصه عامله كام؟ كام النهارده؟ 99 جنيه. 99 برضه. حاجه زي كده المحير الساده ده. المحير الساده. 85 جنيه. ده محير ب 85 جنيه. تمام. جاب لكم تشكيله نص بوش تبارك الله. بص المسطره دي كام؟ المسطره دي عامله 185 جنيه. 185 واللي فوق الأمر. بص كده الموديل برضه عشان يبقى عارفينه من جوه. ده من جوه نص بوش. الله شكله حلو قوي. اي نص بوش بحديده ده من غير حديده، ده بص كده. ده من غير حديده. حاجات تبارك الله. بصوا من جوه واخد شكل اليد. كام؟ 175 جنيه كروسات ليزر من غير حديد. لا اعدلها لي ببين. على 100 كام؟ 175. 175 جنيه، شكلها حلو قوي يا جماعه على 175 جنيه. دي بانس، حاجه زي كده تبارك الله. دي بانس. دي بانس، دي مسطره. دي في الخروج ما بتعملش حز في اللبس، مالهاش داخله كده. كام النهارده؟ مسطره. عامله 150 جنيه. 150 جنيه. حاجات تبارك الله زي كده بكام؟ 85 جنيه لسبورت القمر ده. 85 جنيه. 85 جنيه سبورت القمر على 85 جنيه. ده نص بوش ب 85 جنيه. حلو قوي. بفضل الله اسعار المنافسه بكل الوانه بكمياته بكام؟ الوانه كميه على 85 جنيه. حاجه تبارك الله بكام؟ 85 جنيه. تسلم ايدك تمام على 85. دي ايه؟ دي ماركه ايه؟ بص كده، بص كده. بانس دي ولا بانس إيه؟ حاجه زي كده بانس ايه؟ حلو قوي. فيكتوريا سيكريت بانس، بيعملوا لكم كل الموديلات. اللي بتجيب بانس عارفه بتجيبه بكام؟ بص لا انا عايزة تعدلها لي كده ببان، لاني انت بتجيبها بجنب مش باينه. عايز اوريكم بس شكل الموديل، ايه الحلويات دي؟ الصوره بتظلم الموديل. الله تحفه. والله العظيم ده تحفه. بص كده الموديل عامل ازاي؟ قمر يا جماعه. بصوا كب الساده، بص الموديل وشبك. بص وده كامل بانس ده. بص كده عامل 210. 210 ده كان سعره 350 جنيه. النهارده ب 210. بص الموديلات اللي صارت حاجات زي كده تبارك الله، حاجات بص الليزر يا جماعه، ليزر سواريه، شوف الشياكه تبارك الله حلو قوي. كام ده؟ كل الالوان
199 جنيه. 199 جنيه شكله قمر. 199 ده 2 في 1. ده 2 في 1 ده بيمشي كاب. واللي حماله ثانيه برده بس ايه ما بنرتاش بتاخدها لما بتاخد البرا. تمام. بيمشي كاب بتلبس في الظهر برده عشان حلو قوي موجوده معانا. ما قلناش بكام. 199 جنيه. 199 حاجات زي كده تبارك الله. 199 جنيه حلو قوي. بنعرض لكم الغالي والرخيص عندنا كل الاسعار يا جماعه من 45 جنيه البرا. ده بكام البرا المحاره زي كده؟ 75 جنيه. ده ب 75 جنيه. 75 جنيه بكل حلو قوي على 75 كده بكام؟ 95 جنيه. ده ب 95 جنيه. 95 جنيه. تمام. حاجه زي كده بكام؟ 95 جنيه. ده برده على 95. كل ده ب 95 جنيه في عرض ممكن النهارده. بصوا الحلويات كل ده على 95 جنيه. بيتفتح من قدام الفراشه في الظهر ب 95 جنيه. فراشه في الظهر اهو على 95 جنيه وبيتفتح من قدام. القمر دي بكام؟ بص كده. الليزر. دي الليزر المقاس كاب ساده. تمام. الليزر زي بص الليزر. والعريض بص ده دول خياطه. الله تحفه. بيبقى مريح قوي في اللبس. حاجات زي كده تبارك الله عامله كام؟ كام النهارده؟ 125 جنيه. 125 جنيه. لما فيش ليزر اقل. انا عايز اقول لكم مهما نلف مش هنخلص الشغل الموجود. الله ايه ده؟ ده الدنتيل منه. 125 جنيه. 125 اديني الظهر. بص عرض ايه يا جماعه؟ 145. تلبس بفضل الله من 42 ل 52. يعني تلبس مقاسات مرتاحه برضه. تبارك الله زي كده عامله كام؟ بصوا الحلويات 95 جنيه. ب 95 جنيه. فضل الله بكميات. حاجه زي كميات يا جماعه على 95. 110. ده ب 110. فضل الله اعملها سكرين وتعالى. شكله هنا باين قوي على 110. عامله ازاي؟ تمام. الجنب بيبقى ازاي؟ تبارك الله زي كده بكام؟ 110. تسلم ايدك على 110. العروض دي كلها موجوده عند سيد الصين يا جماعه. حاجه زي كده بكام؟ بصوا 85 جنيه. 85 جنيه. بس ترى القمر بكام؟ 85 جنيه. بصوا اديله لنا. بص الموديلات عامله ازاي. ده النهارده معانا ستاره على 85 جنيه. انا عايز اوريكم شكله بس. بصوا ب 85 جنيه. الاسعار دي قطعي الجمله ليها اسعار خاصه. ده عرضناه بكام؟ 85 جنيه. 60 ولا 80؟ 65. حاجه تبارك الله زي كده بكام؟ 99 جنيه. بص ده ب 99 جنيه. حلو قوي. مقلم على 99. المقاسات الخاصه دي بكام؟ بص كده الموديل. بص الخاص. 85 جنيه بفضل. ده ب 85 جنيه. حلو جدا. الشغل ده كله مستورد. من 52 ل 62 بفضل. تمام. 85 جنيه. 85 جنيه. ركزوا معانا على العروض. الله حلو المقلم ده جديد قوي ده. ده ترند. ده جديد قوي ده يا جماعه. 99 جنيه النهارده. ده مضلع كده استنى لي كده معانا. ده مضلع على 99 جنيه. حلو قوي ده. خامته تحفه. ده كام؟ 6 و 36. 36 المقاس. بص العرض عامل ازاي. حلو قوي. 36 محاير. 36 كبير. 36 كبير. زي كده عامله كام؟ 75 جنيه. ده معانا على 75 جنيه. 75 جنيه بفضل الله. تمام. ده 75 بالوان. ده منه ب 75 جنيه. بصوا برده انا مش شايفين كده يا عبد الغني. ده 75. اهو يا جماعه اللي هو ده على 75. الموديل بكام؟ 75 جنيه. ده برده ب 75. اسعار للمنافسه تشكيل. طب المونيكا. طيب قبل ما ننهي ريلز ده معانا نجيب دسته معانا للمونيكا يا جماعه. كل شويه افكركم بالعنوان. احنا في القاهره العتبه شارع الجيش ملتسي للدور الارضي مكتب سيد الصين. قريبين جدا من مترو باب الشعريه. اللي بتجيب مونيكا عارفه بتجيب مونيكا بكام؟ بص المونيكا ال 150 والكلام ده كله عندنا بكام؟ عند سيد الصين مفيش منه الكلام ده. بص الموديل عامل ازاي؟ ده المونيكا الامهات يا جماعه. الموديل بصي نص قطن نص دانتيل. حاجه تبقى طالعه عامله كام؟ كام سعره؟ 65 جنيه المونيكا. 65. عند سيد الصين ب 65 جنيه. حلو قوي على 65. شعبي بص كده معايا تبارك الله الاسم الحفر. ده المونيكا الاصلي الحفر. المونيكا الاصلي الحفر ب 65 جنيه. مش منه شكل بفضل الله ثلاث اشكال. بصوا ثلاث اشكال. ده الدانتيل اهو. ده نص قطن ونص دانتيل. تمام. 65 بقى كله دانتيل. وفي الشكل الثالث بتاعه كله كله قطن. 65 جنيه. كله على 65. مونيكا امهات الاسود. بص تبارك الله كل ده ب 65. تمام. كله على 65 جنيه. اللي عايز يتفخم حاجات زي كده. ده حمالات دي ولا ايه؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الحلويات ديت الاستراس ودي اللي هي بتبقى حفره عاليه. دي عاليه. دي موجوده ودي موجوده. دي فاكتوريا. بص الماركه اهي. فاكتوريا سيكريت. دي فاكتوريا سيكريت النهارده. ده كام معانا النهارده؟ 75 جنيه. ب 75. كل الوانها ب 75. الحمالات على 75. الفاكتوريا دي بتعملي بقى ايه؟ بتجيبي براز زي كده ب 85 جنيه. بتشيلي الحماله دي خالص كده وتركبي بتتشيل. دي بتشيلها زي كده عادي خالص وتركبوا الثانيه. بتبقى تحت السواريه تحت اللانجري. بتبقى باينه شكلها حلو. يعني لو هتلبسي سواريه احمر ممكن تاخدي دي معايا هتمشي معايا كل حاجه. حلو قوي دي. بدل ما تجيبي برا فيكتوريا ب 300 جنيه ولا 350 بتشتري دي ب 75 ب 85 ولا 85 وبتجيبي دي ب 75. ولو عندك برا تمشي معاها ماشيه وخدي دي بس 75 جنيه. كل الوانها ب 75. بصوا الوانها كلها متاحه زي ما انت شايفين بفضل الله. حلوه دي معايا. الاسود كل ده ب 75 جنيه. تسلم ايدك. كل ده على 75. معانا ايه تاني؟ معانا حاجات يا بركه الله زي كده عامله ايه؟ بص شورت القمر. بص كده ده شورت كارينا بالوان زي كده عاملين ايه؟ ده الساده تبارك الله كارينا قطن. ده كارينا قطن. الست عاملين كام؟ 450. هتاخدهم من اول قطعه لواحد ب 75 جنيه. ب 75 يلبس قد ايه؟ 90 كيلو؟ يليجي ب 100. قلنا بكام؟ 75. 75 ناخد بالقطع عادي. خلصنا؟ 75 جنيه. زي كده بكام؟
45 جنيه. يعني تقدري تاخدي ده شورت برضه بحسبه توب. لا لا ده شورت حاجه تبارك الله زي كده بكام؟ بصوا ب 45 بس ده لابس 85 كيلو. ده لابس 85 كيلو خمسة عامل 45 جنيه. في منه اشكال مش شكل واحد حاجه تبارك الله. هو مقاس واحد يا عبده صح؟ كله مقاس واحد. كله مقاس واحد. اشكال خدنا الحاجات اللي هو المقلم زي كده وفي منه الليزر زي كده. الليزر. بصي الالوان. الالوان فوسفورات بترعاها. 45 جنيه. تلبس 85 كيلو تمام على 45 جنيه. على التوبات نكمل مع بعض التوبات وفضلا وليس امر اللايك والشير يا جماعه. احنا موجودين فين برضو اللي لسه ما يعرفش؟ موجودين عند سيد الصيني في القاهره العتبه شارع الجيش ملتا سيل الدور الارضي اقرب مترو باب الشعريه فرق دقيقتين مشي. هنيجي مع بعض كده للتوبين. سيد الصيني عمل توب بكام؟ ب 10 جنيه. اه اللي هو التوب ده. التوب ده ب 10 جنيه. ده ب 10 جنيه. ده ب 10 جنيه. تمام. خشي بقى على المستورد بقى الحاجات بتاع شيئن. بص شيئن بقى. بجيب لك الموديل من كيسه. بص ده موديل كيس شيئن اهو. تمام. اللي بتجيب من شيئن عارفه ده ايه؟ ده كيس شيئن المستورد. فضل الله 99 جنيه توب وبدل في نفس الوقت. طب وباطي ب 99 جنيه. نفس الوقت بكام؟ 99 حلو قوي قوي. كل الوان بفضل الله. تسلم ايدك على 99. لا احنا عندنا عرض كتير جدا جدا يا جماعه. حاجه زي كده تبارك الله بكام؟ استنى لنا بقى. 99 جنيه. اعمل سكرين وتعالى قول انا شفت كل ده مستورد. ده بكام؟ 99 جنيه. تسلم ايدك تمام. لا في منه الكروستات برضه ب 99 جنيه بفضل الله. اه برضه على 99 جنيه. 99 جنيه. تمام. الموديل القمر ده بكام؟ 99 جنيه. ايوه تمام. الحلويات دي بكام؟ على 99. القمر ده ب 99 جنيه. اسبورت يا جماعه. تبارك الله بكام؟ ده اسبورت كيف تمشي بنات عرايس حلو قوي تبارك الله زي القمر زي كده بكل الوانها. تمام. الالوان عامله ازاي؟ كام برضو النهارده؟ 99 جنيه. ب 99 رصاصي بيج اسود كل ده كل ده 99 جنيه. حاجه زي كده عامله كام؟ 99 جنيه تبارك الله زي كده. بصوا كل ده ب 99 جنيه. 99 جنيه. تسلم ايدك تمام. 99 جنيه لسه ما خلصش. التوب السكارف القمر ده كام؟ السكارف اهو يا جماعه 99 جنيه النهارده ده 99 ده بتاع شيرين المستورد بتلبس على شميز وتلبس معاك على المصيف هوت شورت 99 جنيه بكل الوان. تسلم ايدك على السلامة. بيصفي لكم ايه؟ الشتوي. الشتوي. بفضل الله حاجة كده تبارك الله. وبطانه قطيفه من جوه 150 جنيه في عرض ده ب 150 جنيه شتوي. تصفيات ده يا جماعة. حاجات زي كده ليزر. بص الموديل. حاجات بص تبارك الله. بص كده. اسود وابيض. حلو قوي. اسود وابيض. ليزر تبارك الله. انا عايز بس اقرب لكم. هو عامل زي الكوريشه كده. ده ب 210. ده 210 داخل. حلو قوي على 210. ده ابيض واسود برضه. الابيض دي ابيض واسود. بص حلو قوي. بتلبس شن معروفه بتبقى اكثر حاجه ابيض واسود. بص كده بسوسته بتفتح. بص الضهر بيلبس اي كسب. النهارده ده دخل عرض عامل 210. ده برضه ب 210 داخل العرض. تبارك الله زي كده عامله كام؟ 150 جنيه. ده ب 150. ده بكام القمر ده؟ 150 جنيه. 150 جنيه. حاجه زي كده تبارك الله توب زي كده بكام؟ بكام ده؟ 150 جنيه. 150 جنيه. حاجه زي كده ده توب ليزر 125 جنيه. استنى لنا ده مره نعرضه على كام؟ التوب بتاع شيء ان المستورد 125 جنيه. 125 ده في اشكال ورا. ده عامل ازاي؟ ده بكوبس من الضهر. بكوبس زي البرو. منه من جوبش ومنه فينه من غير. او من غير اهو. اللي من غير. حاجات زي كده بكام؟ 110 تبارك الله. ده ب 110. حاجات زي كده تبارك الله عامله كام؟ 150 جنيه توب ليزر. الحلويات. عمر زي كده ب 150 جنيه. ده سبليميشن. 100 كام؟ 150 جنيه. 150 اه ما انا بقول لك سبليميشن طباعه سبليميشن حلو قوي. حاجات تبارك الله زي كده. تسلم ايدك. حاجات شيء ان سيد الصيني بفضل الله وفرها لك بدل ما تجيب توكيل شيء ان يا جماعه. اه بفضل الله توكيل شيء ان وبتاخدي قبل كده. وكل بفضل الله. تمام حلو قوي. بص الالوان. 150 كل ده ب 150 جنيه. تسلم ايدك. عامله كام عند سيد الصيني؟ بص الموديل. الله ده يمشي خروج كمان والله. ده ايه الجمال ده؟ المصيف جاي ودلعي نفسك سيد الصيني. كام النهارده ده؟ جاب لكم توبات شيء ان بفضل الله لحد البيت. بفضل الله ممكن اشحنها لك لحد باب البيت. كل ده بفضل الله بكام؟ طب كام قول لي ده؟ 185. حاجه زي كده. الله حلو ده. ده مكشكش والبرام حبيبه وايه؟ حلو قوي. اه 210 في داخل العرض. ده النهارده ب 210 في العرض. اللي هي زي هاند ميد زي كده. بص عامله كام؟ اه دي حلوه قوي. حلو قوي. دانتيل يا جماعه اللي هي الجوبير كمان. جوبير مش دانتيل. بس زمان دي ميت زي كده. حلو قوي. كام دي النهارده؟ 185 جنيه. 185 جنيه واحد بفضل الله. الله استنى لي بس ده بكوبشه من ورا تدور لي على 185 جنيه. احنا خلصنا عرض ابو 185. الله 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 ايه الجمال ده. حلو ده. بصوا ده نظام سكارف برده كده زي ما انتم شايفين. استنانا على 185. كل ده 185 جنيه. حلو قوي ده. ستان التوب القمر ده عامل كام؟ ستانيتك 175 جنيه. ده ب 175 جنيه. تسلم ايدك على 175. كل ده بفضل الله في عرض ممكة. كلمه سر تقول تبع ممكة تاخده عشان تاخده بعروض الفيديو. هتقول غير كده هتاخده بعروض من 10 جنيه يا جماعه النهارده. بفضل الله ام ممكة. حلو قوي الجمال ده. بتحارب عشان تجيب لكم العروض دي. والله بنقعد نفاصل. احنا بنقول هنبيع ديسات بتقول لا اديهم من اول قطعه. فبقى ايه لايك وشير بقى. لايك وشير بالله عليك. وكام النهارده ده؟ ده بسعره 150 جنيه. ده ب 150 تمام. الموديلات تبارك الله عامله ازاي؟ تشكيل حلو قوي. الموف اللي فوق ده وريهولي. حواليك كل الاشكال. كام ده النهارده برضه؟ ده 210. ده ب 210. شوف بقى الموف. ايوه ده بص بصوا حلو قوي قوي. لا افرد لي حته يبان شكله وبعدين اوريهم الوانه. كام ده النهارده برضه؟ 210 بس. ده برضه ب 210. استنى لي ده تحفه. 210 بيتشال الحماله. كل ده تبارك حاجات طويله زي كده. 210 اه والوانه برضه كلها حلوه قوي.
لا الله بتاع. ده مدي كيوي زيتي على 210. خش بقى على البراندات، ندخل بقى على البراندات والاندرات والبرات يا جماعه. الله ايه الجمال ده، حلو ده. عامله ازاي؟ كام ده طيب؟ 99. 99 حاجه زي كده كام؟ 85 جنيه. 85 جنيه حاجه. طب كيلفن كلايفن وصل اهو. تمام كيلفن كلايفن 99 حاجه زي كده. تبارك الله. عامله ازاي يا جماعه؟ كام؟ قول لي اسعار. 99. 85 جنيه. 85 جنيه تبارك الله. استهدلنا في العرض كام؟ 85 جنيه. 85 ماركه ايه؟ ليلي. ليلي يا جماعه ده كان سعره 110 قبل. تمام كان 110. تبارك الله. ليزر عامله كام؟ ده ليزر 55 جنيه. 55 جنيه حاجه زي كده. بص الفي، الفي يا جماعه تحفه. استناني بس كده. ده ب 85. الوانه ب 85. الوانه حاجات هوت شورت زي كده. 85 ده لو تيشرت الدانتيل 85 جنيه. يمشي لانجري كمان. 85 جنيه. تسلم ايديك. تبارك الله. عامله زي كده. عامله زي كده بصوا. 85 جنيه. 85 برضه. تبارك الله. الموديل اللي جديد قوي المكشكش ده. 65 بالوان على 65. تبارك الله. التشكيله كامله. بصوا انا عشان بس وقت الفيديو طول معاكم معلش اعذروني. عايز اقول لكم تشكيل كبير جدا هنا من الاندرات. احنا موجودين في القاهره العتبه شارع الجيش مول تسهيل ودور الارضي مكتب سيد الصيني. تعبتك معايا وشكرا جدا على كل العروض دي. العنوان هينزل لكم اتصور في نهايه الفيديو. لينك التليجرام في اول تعليق. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى لعنوان. احنا دلوقتي قدام الشارع الموجود فيه مول تسهيل. انا حاولت اعمل لكم زوم كمان عشان تشوفوا مدخل المول. زي ما انتم شايفين احنا واقفين فين؟ في شارع الجيش في القاهره في العتبه. اقرب محطه مترو هتكون محطه مترو باب الشعريه اللي انا عملت لكم عليها زوم دلوقتي. زي ما انتم شايفين دي محطه مترو باب الشعريه. بص هحاول اوريها لكم كمان. هكون اقرب محطه مترو، مترو باب الشعريه زي ما انتم شايفين كده. هتفضلوا ماشيين ومكملين لحد ما هتوصلوا عند قهوه الفردوس يا جماعه. هوريها لكم دلوقتي برضو علامه مميزه ان انتوا توصلوا لها. بصوا دي معانا كده قهوه الفردوس هنا زي ما انتم شايفين اهي. هديكم علامات مميزه مش هتسالوا حد ان شاء الله. اول ما تروحوا المول كده كده سهل في شارع الجيش بره. بصوا على اوله كمان محل اسمه الصفتي للنقل زي ما انتم شايفين ومول تسهيل جوه. ولو جايين كمان من مترو العتبه او من اتجاه بقى شارع الجيش هتيجوا من هنا من الاتجاه اللي انتم شايفينه ده. دخلت الشوازليه، درب البرابره، الموسك الاول. بصوا ده كوبري الازهر. هتيجوا مترو العتبه وتسالوا على اول شارع الجيش اللي على اوله كوبري الازهر اللي انتم شايفينه ده. وهتفضلوا ماشيين ومكملين لحد قهوه الفردوس زي ما انتم شايفين. سهل العنوان جدا يا جماعه مش صعب خالص. لحد ما هتوصلوا هنا برضو عند الصفتي للنقل وقهوه الفردوس هتدخلوا الشارع اللي بين الاثنين زي ما انتم شايفين. هو اللي قدامنا ده يا جماعه مول تسهيل. المول ده جديد لسه معانا يا جماعه زي ما انتم شايفين. بصوا عملت لكم زوم كمان، جبت لكم باب المول من بره. هندي بقى ظهرنا كمان واوريكم المكان من ورا في ظهرنا ايه كمان. بصوا في ظهرنا هنا كمان يا جماعه ده سنتر النهار زي ما انتم شايفين. بصوا ده في ظهري كمان. انا جبت لكم الاتجاهين بقى اللي جاي من عند مترو باب الشعريه واللي جاي مترو على عتبه برضو. وفي ظهرنا كمان البرنسيسه فرحه زي ما انتم شايفين. هو يعتبر في وش على طول. وهناك كمان ده حلواني الحيس مشهور ومعروف جدا في قلب شارع الجيش كمان. انا اديتكم علامات مميزه بقى لظهري ويميني وشمالي عشان توصلوا من غير ما تسالوا اي حد ان شاء الله. هنعدي مع بعض كده الطريق وندخل معاكم عند مول تسهيل. عدينا كده الطريق زي ما انتم شايفين. على شمالنا قهوه الفردوس وعلى يمينها كمان الصفتي للنقل اللي انتم شايفينه ده. اول ما ندخل الشارع على طول اول بوابه شمال تقابلنا ده مول تسهيل اللي انتم شايفينه ده. موجود فيه ان شاء الله جولات كتير هنعملها لكم الفتره الجايه باذن الله في كل ما يخص بقى اللبس كاجوال وبيتي ولانجري. موجود حفظات كل حاجه هتلاقوها موجوده هناك. بصوا هندخل مع بعض ونفضل مكملين في الممر زي ما انتم شايفين كده للمحل اللي قبل الاخير على طول. ده مكتب سيد الصين يا جماعه. ده كل ما يخص الدخل بقى حاولت اجيب لكم كل الحاجات الموجوده في المكان. ما تبخلوش عليا بلايك وشير كتير للفيديو ده. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.